وسط أجواء من الفرح وأغاني الميلاد، أضاء أهالي بلدة البيضة في ريف مصياف شجرة عيد الميلاد بارتفاع يبلغ 15 متراً مع تنظيم ريستال ميلادي وبمشاركة فريق كشافة البيضة وسط حضور جماهيري وشعب كبير في ساحة الجمعية الخيرية في البيضة. بلدنا عم تعبر بهذا العيد عن وحدتها وتضامنها، وأنه كل فئة من فئاتها هي تعبر عن الكل. عيد الواحد منا هو عيد للجميع. لهالمناسبة ما فينا إلا ما نعايد الجميع، شعبنا، جيشنا، رئيسنا. ستضاء شجرة الميلاد وستضاء سوريا منتصرة بشعبها وجيشها وقائدها، وبإذن الله بتلاحم هذا الشعب الميلاد ميلاد سوريا في ذكرى ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. الشجرة رمز العطاء والخير والجمال، قال تعالى: وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إضاءة شجرة المحبة والسلام، شجرة النصر والانتصار إلى سوريا، والاستقبال ملك المحبة والسلام ربنا وإلهنا يسوع المسيح عيسى ابن مريم. فلنسأل الرب القدير أن يوفق جيشنا لما فيه خير البلاد. شجرة مثل ما أنا شايفين ارتفاع 15 متر، كانت ثمرة جهود وتعاون لكل شباب القرية من الأخوية والكشاف وأعضاء الجمعية الخيرية الإصلاحية بقرية البيضة. إن شاء الله يا رب سنة جديدة، سنة فرح، سنة سلام للجميع. أبناء بلدة البيضة أعربوا عن سعادتهم وأمنياتهم بأن يعم السلام جميع أرجاء سوريا، حيث وجهوا التحية لجيشنا البطل تقديراً لتضحياته في سبيل أن ننعم جميعاً ببركة السلام. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله ميلاد مجيد لسوريا ولقائدنا، وإن شاء الله سوريا بتنتصر يا رب عن قريب. إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله بينعاد على الجميع وتضل سوريا بخير على طول يا رب، وهالشجرة تضل مدواي بكل أنحاء سوريا. خير وسلام إن شاء الله. والشيء الحلو اللي عنا هو هالعمل التعاوني بين الكل، والكل بيحب يساهم والكل بيحب يشتغل لحتى نشتغل أي شيء بهالضيعة. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة 2019 تكون خير على الجميع وتكون سوريا بألف خير. ينعاد على سوريا وعلى الشعب السوري كله بألف خير، وينعاد على جيشنا اللي لولا نحن ما كنا قدرنا نحتفل اليوم. ينعاد عليكم ميلاد مجيد لكل سوريا. الغاية من إقامة وإضاءة الشجرة هي تجسيد أجواء الفرح بميلاد السيد المسيح، مع الأمنيات بأن يعم الأمن والسلام جميع أرجاء وطننا الحبيب سوريا.